هشاشة العظام مرض شائع وخطير لكنه صامت، ليس له أعراض واضحة لكنه يسبب ضعفا تدريجيا في العظام يؤدي إلى سهولة كسرها. هذا أهم ما أكد عليه الأطباء خلال اليوم التوعوي المفتوح احتفالا باليوم العالمي لهشاشة العظام. كل منا يجب أن يأخذ باله من هذا المرض، لأنه مرض يدخل كاللص وينخر العظام. كلنا مدعوون اليوم للدفاع عن أجسادنا، وعن حياتنا، وأن كلنا نقول نحن ضد مرض الهشاشة. برنامج الاحتفال تضمن تقديم استشارات طبية للحضور بشأن المرض وعمل فحوصات مجانية وتقديم نصائح متعلقة بالتغذية الصحية وتوزيع مطبوعات حول المرض وطرق الحماية منه، خصوصا وأن التعامل معه يتطلب فهم طبيعته. اليوم العالمي للهشاشة لهذا العام شعاره أنه علامة. بعض الأشياء اللي تكون في المريض قد لا يعلم أنها هشاشة، ولكنها يجب أن تسرع الانتباه لها، مثل انحناء الظهر، مثل قصر القامة. في فعاليات لما نسويها سنويا نحاول نتواصل مع الجمهور اللي حضر الفعالية عشان نبين له أولا مدى شائع وجود هذا المرض في المجتمع، وبين لهم شنو أسباب هذا المرض وطريقة الوقاية منه. هذا اليوم المفتوح هو رسالة توعية بشأن مرض تختلف طرق علاجه باختلاف أسبابه التي تتمثل أساساً في نقص الفيتامين دي ونقص مستوى هرمون الذكورة، بالإضافة إلى الأمراض المسببة لزيادة نسبة الكورتيزون والارتفاعات المرضية لهرمون الحليب وبعض أمراض الجهاز الهضمي. عملاً بمبدأ الوقاية خير من العلاج، تأتي فعالية اليوم العالمي لهشاشة العظام في إطار جهود التوعية بمخاطر هذا المرض الذي يعرف باللص الصامت، لأن عملية اكتشافه تتم في مرحلة متأخرة من الإصابة. سناء الوسلاتي، تلفزيون دولة الكويت.